ليا أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن عملاق بعالم الموسيقى السورية، حيث احتفت ندوة أماسي الشهرية بنسختها 9 بالذكرى 10 لرحيل العملاق صلح الوادي. لنحكي أكثر عن هالندوة معنا بالاستديو عميد المعهد العالي للموسيقى المايسترو أندري معلولي والأستاذ ملهم صالح معد ومقدم الندوة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير المايسترو، يسعد صباحك. يعني نحن اليوم موجودين بدار الأسد للثقافة والفنون، وما في أحلى أنه نحكي عن الموسيقي صلحي الوادي. يعني 10 سنوات تقريبا مرقت على الغياب، ويعني قديش مهم اليوم أنه تقام هاي الندوة. خلينا نستذكر مع بعض أو مع حضرتك يمكن أبرز مفاصل لحياة الموسيقار. الأستاذ صلح الوادي، نحن اليوم موجودين في حضرة المكان الذي كان يحلم به والذي سعى لإنجازه، واللي يعني يمكن هيدا الحسرة اللي كانت لأنه ما قدر أنه يقدم حفل رسمي في هذا المكان اللي هو دائما كان شايفه وكان عنده يعني حلم انه دار الاوبرا تفتح وتستغل وتعمل، وسعى كثير بكل قوته بكل اخلاصه بكل تعبه انه يركز على افتتاح دار الاوبرا. فلما نكون احنا قاعدين في هذا المكان اكيد بتكون روحه عم تجول بهذا المكان اللي بتخيل انه هو ما عم بيفارقها نهائيا. صلح الوادي يعني شخصية كانت مميزة جدا، اللي بيميزها الإيمان بالهدف للوصول والإصرار على تحقيق ما حلم به منذ الصغر، وهذا الشيء اللي كان بيميزه عن الآخرين. طبعا صلح الوادي درس في لندن الموسيقى بالأكاديمي، الرويال كوليدج الأكاديمي، وبعدين رجع على سوريا وافتتح أول شيء المعهد العربي للموسيقى اللي هو حاليا مسمى اسمه معهد صلح الوادي، حوالي 1960 على ما أذكر، يعني بهذا التاريخ. وبلش ويشتغل مع الطلبة بنفسه، وقبلها كان يعني هو كان في المعهد بمنطقه الحلبوني، بعدين صار المعهد بجسر الابيض. يعني انا عم استذكر كمان شو، يعني انا ما كنت معاشر هيدي المرحله، بس من شو سمعنا من اساتذتنا اللي كانوا معاصرينه. انا تعرفت على صلحي وكان عمري 7 سنوات تماما في المعهد العربي لما دخلت على انتسبت المعهد. يعني كان شخصيه كثير مميزه، كنا شايفين عم نشوف نتعلم منه حبه للعمل، اخلاصه للموسيقى، وخاصه والعطاء. يعني احترامه للوقت. الوقت كان عنده شيء مقدس. من خلال هالامور هي كلياتها قدر بعدين ينجز مرحله اخرى. بلش يعمل الاوركسترا موسيقى الحجره، بلشت بالمعهد بالابو كنا نشتغل كذا، وبعدين بلش يحضر لإقامة المعهد العالي للموسيقى يلي افتتح رسميا عام 1990. وبعدين بعدها كانت الفرقة السيمفونية ب 93، يعني والأوبرا بعدين كانت عم تتجهز لحفل الافتتاح، وبعدين صارت هيدا. بعدين رحل عنا الفنان الكبير صلحي الوادي. يمكن قد ما حكينا عنه ما بنوفي حقه، وعم نذكر اهم محطاته، والجميل انه يمكن كلنا ربينا على موسيقى صلح الوادي. كان في فقره دائمه يوميه بالتلفزيون السوري بشكل خاص نسمع من خلاله ونحن صغار موسيقى صلح الوادي. استاذ ملهم، خلينا ننتقل لحضرتك. يمكن مثل ما قلت قد ما حكينا عنه ما بنوفي حقه، وعم نحكي عن اهم محطاته. الندوه شو تناولت؟ يعني يمكن بدنا مو ندوه واحده ولا برنامج واحد، بدنا يمكن عمر لنحكي عن موسيقى الكبير صلح الوادي. الحقيقة كان الهدف من هذه الأمسية الحوارية هو تقديم، يعني ولو بالحدود الدنيا، ما يليق بهذه القامة، وهو استذكارها والوقوف على تجربتها وعطاءاتها التي تقريبا امتدت على مدى نصف قرن. يعني الوقوف كما تفضلتي نور، الحقيقة
قسمت أنا حياة من خلال دراستي لهذا الملف، قسمت حياة صلح الوادي إلى ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل 1960 يعني من الولادة 1934 إلى 1960 هي مرحلة الإعداد، مرحلة التأسيس، مرحلة النشأة. من 1960 إلى 2002 هي مرحلة الاحتراف، مرحلة العطاء، مرحلة التأسيس أيضا، والمرحلة الأخيرة للأسف وهي أقصى المراحل أعتقد كانت نفسيا على الصرح الوادي، وهي مرحلة 2002 إلى 2007 هي مرحلة المرض والرحيل. الحقيقة تناولت، حاولت أنه أن نأخذ من كل مرحلة ما يمكن أن يشير لها ويدلل عليها، لأنه بالتأكيد كما تفضلتي جلسة واحدة لا تكفي، لكن هذا لا يعفينا من أن نستذكر الراحل، وسيما أننا في نوع من المسؤولية بتحس لما حقيقة جدا والرهبة على عاتقك يمكن التحضير لهيك ندوة، تناول محطات مهمة، بتحس حالك أنه في مسؤولية وتحدي نوعا ما، أنه أنا بدي حاول خلال فترة قصيرة أحكي عنه. نور، يعني صلح الوادي محافظ الألقاب موسيقي أو إنسان عضوي، بمعنى يعني معارفه كثيرة، دائرة معارفه واسعة جدا، الكل ربما سيعتب إن لم تدعيه للمشاركة في الأمسية، إن لم تدعيه للحضور، إن لم تدعيه حتى اختيار المكان، ربما يعني كان للبعض العتب أنه يعني صرح الوادي يستحق فيه. أنا بشكل شخصي لا أنظر للمكان، كان صرح الوادي دائما يراهن على أن الإنسان هو قادر على أن يضيف للمكان قيمة أو يصنع المكان، بالتالي راهنت على مكان اللي هو مركز ثقافي أبو رماني العربي في للحميمية الموجودة فيه. بالتالي كان هناك الكثير من الحميمية في هذه الأمسية، فبكى أو يعني صار في البعض بكى والبعض ضحك والبعض أيضا انتشى بهذه الذاكرة. كانت الحقيقة جلسة حميمية جدا، اجتمعت فيها قامات موسيقية هامة جدا في الجمهورية العربية السورية، وهم الحقيقة من يقودون المشهد الموسيقي اليوم إن شاء الله إلى ضفاف آمنة إن شاء الله يا رب. مايسترو، يعني كنت عم تقول حضرتك من شوي أنه حلم الموسيقار صلح الوادي أنه يكون في دار الأوبرا، وهو أساس المعهد وهو أساس العديد من الأوركسترا. خلينا نحكي اليوم يمكن بقلب كل حدا من يعني من المايسترو أو من الفنان أو الموسيقي أو المكان بحد ذاته، قديش صلح الوادي كان له أثر، قديش يمكن بتحس أنه رسالته أو حلمه قدر يتحقق برغم أنه في ظروف مرقت على سوريا، ولكن يمكن هذا في شيء جوات كل شخص مننا يمكن مؤسس عليه أو متربي عليه حمل الرسالة بكل إخلاص وأمان. الحقيقة خلينا نشوف المشهد. أنا يعني ما كانت مرسومة عندي هيدا الصورة، هلأ عم من الحديث ومن خلال الأمسية اللي صارت رسمت عندي صورة كان يمكن هو شايفها حابب يشوفها، إنما ما كان يصرح فيها. صلح الوادي ما اشتغل لحاله، وما كان هدفه يجي يعمل حفلات كل يوم ويزقفوا له العالم وكذا، اشتغل على فكر بده يشوفه بعد سنوات. تمام، عشان هيك اشتغل مع الأطفال اللي نحن كنا أطفال واشتغل فينا، وفينا نقول هو مو اشتغل ربانا، اشتغل علينا، اشتغل كثير كان في عنده بذرة استثمرة يزرع هذا الشيء، لأنه كان بيعرف إنه هدول الأشخاص ممكن يكملوا. فكتير مهم الفكرة اللي صنعها اليوم، لأنه كان لو إنه هو اشتغل فقط على بنفسه واشتغل لنفسه كان انتهى مع انتهاء وجوده في هذه الحياة. وهي نقطة مهمة لما طبعا. نوعا ما يشتغل لقدام، يعني طبعا. لما يشتغل اشتغل على أطفال اشتغل نوعا على ما عم يهيئ جيل كامل ليحس حاله أدى رسالة صحيح، زرع الفكرة الموسيقية. فنحن اللي ربينا مع صلح الوادي، هلأ نحن بنشوف أنه علينا مسؤولية ننقل نفس الفكرة، ننقل نفس الإخلاص، نفس الاحترام. يعني قديش كان هو عنده احترام لعمله وبيرفض انه حدا يتعامل مع الموسيقى معامله هيك بدون احساس بالمسؤوليه او معامله سيئه او كذا، كان بيرفض وبيستهجن هذا الموضوع. موضوع الوقت، يعني انا بتذكر كانت الحفلات الموسيقيه اذا الساعه 8 المساء 8 يعني 8 بالدقيقه بده يبلش، مين ما كان موجود او ما كان موجود. ف
ففي احترام للوقت. هاي نقطة مهمة، لما أنا ربي جيل على هذا المفهوم. سابقا عم نشوف في فرق بالأجيال. تمام. سابقا كانت حصة الموسيقى بالمدرسة مثل حصة الرياضة إنه تنعطى لأي درس، اليوم لا، عم نشوف في اهتمام للموسيقى نوعا حصة ما. الموسيقى بالمدرسة بحاجة أكثر، بس هذا كثير صح اليوم نشتغل عليه كموسيقيين أكاديميين في سوريا، لن نورجي أهمية وجود الموسيقى في الحياة اليومية. حتى الأهل عم تحسن من الولد من هو صغير عم يهتموا فيه، ياخذوه معاهد. صحيح. يعني هذا نحن، لأنه الموسيقى ما هي شغلة، ما هي ترفيهية ولا هي شغلة وجدت في الحياة. إذا نحن بدنا نرجع نشوف تكوين الموسيقى، دخول الموسيقى في كل الأشياء، يعني حتى الموسيقى تدخل في الجماد. نعم صحيح. لما أنا بكون قاعد بغرفة أو بأي مكان وبيكون في موسيقى خفيفة، لون المكان بيتغير. صح. فهذا الشيء ما نجاء إحساسي أنا بالتعامل بالمكان بيتغير. ففي كتير شيء مهم بالموسيقى نحن ما عم نستثمره صح. استثماره واليوم الدخول بتفاصيله والمعرفة أدق التفاصيل في هذا المكون، يعني الموسيقى، رح يخلينا نقدر ننظر لكل الأشياء بنظرة مختلفة. وهذا الشيء اللي كان بتوفر عند صلح الوادي بعام 1960، كان شايف المشهد اللي احنا اللي عم نعيشه. الله. فقدر يبني صح ويوضع استراتيجية، وأهم شيء إنه هو كان في عنده خطة. يعني اليوم ما فيك تنجزي أي عمل إذا ما في خطة، في مشروع واضح. بس هي كمان مسؤولية على حضرتك، بما أنك عميد المعهد العالي للموسيقى، يعني كمان في مسؤولية كبيرة على حضرتك لما نقول إنه نحن بدنا نحاول فعلا نترجم الموسيقى بطريقة صحيحة، نأدي رسالة الكبير صلح الوادي مع جيل جديد. فهي كمان يمكن تعطيك نوع طبعاً من التحدي والمسؤولية. لأنه نحن عم نحاول أنا وزملائي. اليوم صلح الوادي كان شخصية فريدة متميزة، قدر كان يدير عدة مفاصل بالحياة الموسيقية بآن واحد. اليوم نحن توزعنا، لكل واحد أخذ مهمة معينة. عم نحاول نكون مع بعضنا، وبأكد نكون مع بعضنا لحتى نصنع ما حلم فيه صلح الوادي، ونتابع ونورث الأجيال القادمة هذا الفكر. لأنه نحن اليوم ما بدنا نورث يعني ذكريات، بدنا نورث فكر. أهم شيء نحن اليوم، وهذا اللي دائما أنا بحاول بسلط الضوء عليه، انه اليوم العمل على الفكر، تغيير الفكر هو الاساس، مو تغيير الشكل ولا تغيير المكان ولا تغيير الاشخاص، تغيير الفكر النمط. اليوم نحن لما نقدر نفكر صح ونوضع خطه صح ونوضع استراتيجيه صح، رح نوصل للي بنحلم فيه. نعم. بس الاهم شيء انه نحن يعني يكون في عنا رؤيه واضحه للامور ومنهجية في التعامل. وأكيد كل حدا موضوع بمكانه، إما بالمعهد أو بالدار أو بكل يمكن المعاهد بسوريا، وخاصة يمكن بالمعهد العالي، يمكن هن قد المسؤولية قد وقدود. وعالميا كل الناس بتشهد بالموسيقي السوري قديش مهم. خلينا نرجع عند الأستاذ ملهم ونحكي عن الندوة. يمكن صلح الوادي اسم، ولكن في تفاصيل يمكن كمعد حضرتك هذا الاسم او هذا العملاق بالموسيقى، قديش اخذ منك وقت يمكن التحضير لهي الندوه، قديش اخذ منك تحضير مواد وجمع مواد وجمع معلومات يمكن بتخص هي الندوه. يمكن مثل ما ذكرنا انه قد ما حكينا ما رح نوفي حقه، بس يمكن في مفاصل بالحياه الاضاءة عليها كثير مهم. ليا طبعا بداية مثل ما تفضلتي، هذا الملف لا يمكن، يعني من الاستحالة ربما بمكان أن أتصدى له وحيدا. لذلك كانت الاستراتيجية منذ البداية أن أتواصل مع أسرة الراحل، وأيضا تلاميذته الذين يعني تولوا كما ذكر الصديق الأستاذ السيد العميد، أنه الذين يقودون اليوم المشهد الثقافي أو أهم المؤسسات الموسيقية في سوريا. تواصلت معهم، حاولت أن أخذ ما استطعت أن أحصل عليه من مواد ومن أرشيف. الحقيقة اسمحي لي أن يعني أسجل عبر منبر الأخبارية أنه يعني خرجت يجب علينا الاهتمام الحقيقة بالإرث الذي تركه
أو حتى بأرشيف صلحي الوادي، على جهات ربما المؤسسات اليوم الموسيقية أيضا أن يكون في أرشيفها ما قدمه صلحي الوادي أو حتى الحفلات أو تسجيلها، يعني لا تكفي أن يكون في مكان واحد فقط. وجدت أكيد الكثير من الصعوبة، لكن تواصلي مع تلامذته اللي هم اليوم طبعا مثل ما قلت هم أساتذة طبعا، وأيضا مع أسرة الراحل، مع معاصري أيضا الذين أمدوني بالكثير من المعلومات وبالكثير من الأحداث، ويعني إن شاء الله أن نكون قد وفقنا في تقديم كما قلت لك في الندوة. كان هناك تركيز جدا على 3 محاور أساسية: صلحي وادي المؤسس، صلحي وادي المؤلف، وصلحي الوادي الإنسان. ركزنا أيضا على هذه الجوانب. ما في فكرة تصير يمكن حفلة تكريمية لصلح الوادي حاليا مايسترو؟ يعني عم نحكى بهذا الموضوع، بس بتعرفي الفكرة نحن بنخاف منها، لأنه إذا بدنا نساوي شيء لازم بيكون على يليق بهذا العملاق وعلى مستوى وشامل. اليوم صلح الوادي أعماله كثيرة، يعني أثره موجود بكتير محلات، أنه ينجمعوا كلهم بحفلة واحدة وبمكان واحد صعب. فبدنا الانتقاء، عم نشتغل على هذا الموضوع ومع الأستاذ جوان كما مدير دار الأوبرا ومع معهد صلح الوادي نقدر نعمل. يعني هلا حتى شكلنا أوركسترا الأطفال، أطفال معهد صلح الوادي اللي هو كمان كان حلم بلش فيه من وعم تكمل منذ الصغر، وأنا كنت أحد الأطفال اللي كنت أعزف بالأوركسترا معه. حلو. وهلأ عم نحاول نرجع نعيد نحيي هذا الموضوع، أنه كمان الأطفال يتذكروا يرجعوا يشوفوا أنه عم يشتغل مثل ما أنا اشتغلت، مثل ما غيري اشتغل، مثل قصدي زملائي اشتغل. اليوم ثقافة العمل الجماعي صلحي كثير ربانا بدي أسألك على ثقافة عنه. العمل الجماعي ثقافة العمل الجماعي، يعني قلت أنه في فكر نوعا ما عم نحاول تغييره، الفكر النمطي عن الموسيقى هون قديش مهم فعليا مثل ما قلت التشاركية، يعني مساعدة الجهات المعنية، التشبيك مع المؤسسات لنشر هي الثقافة، لأنه اليوم عالم الموسيقى عالم خاص نوعا ما، وبيأثر بجيلنا اليوم أو بيأثر بجيل الأطفال اللي عم يحضروا يمكن عصر الحرب والدمار. فنحن بهي التفاصيل لازم نشتغل عليها. أكثر وسيلة مهمة للتعبير. فاليوم نحن عم نحاول بقدر المستطاع وبقدر الإمكانيات يعني أنا اليوم مسؤولية الجهات الأخرى، أجي أقول إنه عم بعمل وساوي اليوم في عنا إمكانيات، ضمن الإمكانيات عم نشتغل، بصير في عنا إمكانيات أكثر بنشتغل أكثر أكيد دائما. فنحن عم نعمل جهدنا بهذا الموضوع، عم يصير في عنا تواصل مع وزارة التربية، مع وزارة الإعلام، مع لأنه هذول اليوم المعنيين بالعمل الثقافي. وزارة الثقافة طبعا هي الرائدة في العمل الثقافي في البلد، ما عم توفر جهد نهائيا، حتى مع السيد وزير الثقافة اللي عم يعطينا كل يعني المساحة لنشتغل. وهذا عم نشوفه من خلال يمكن دار الأسد، النشاطات الثقافية والفنية الثقافية في ظل الحرب زادت، يعني موسيقية أكيد أكيد. وهذا الصح، لأنه نحن في هذا الوقت بأمس الحاجة للتعبير وللموسيقى اللي بتاخذنا إلى عالم آخر وبتخلينا قدرانين نستمر. واليوم الدار الأوبرا ولا الأوركسترا السيمفونية ولا المعهد العالي ما وقفوا ولا يوم خلال الأزمة. نعم. وبرغم أنه رغم القذائف اللي كانت تيجي على دار الأوبرا كده نقدم حفلات، ورغم الإصابات، رغم كل شيء، شغلات ظروف صعبة على كافة الأصعدة، وحتى نحن كمؤسسة تعرضنا لنفس اللي تعرضت كل المؤسسات، إنما تابعنا هذا الإيمان اللي زرعوا فينا صلح الوادي، هذا الإيمان اللي المسؤولية اللي سلمنا إياها. هذا المكان بالنسبة لنا المعهد العالي هو بيتنا، ما أنه محدد بزمن بينتهي بدوام الساعة 2:30 أو 3، هذا المكان بنجي لحتى نرتاح فيه. فيعني ممكن أنا بكون موجود قاعد من 8 الصبح ل 8 المساء وما بشعر بأنه أنا يعني صار لي زمان بهذا المكان. هذا الإحساس اليوم بيعطينا أمل قديش نحن قدرانين نصنع هذا الشيء ويجوا بعدنا يربوا علينا. يمكن هلأ الطلاب الموجودين حاليا ما بيعرفوا لصلح الوادي، صحيح، بيسمعوا فيك بالاسم، إنما ممكن يقدروا يعرفوا من خلالنا. نعم. إذا نحن فعلا نقلنا بأماني، وهالشيء اللي ربانا عليه هالاحترام الوقت، الإيمان بالمكان، الاحترام الموسيقى، إنه نقدر نمشي عليه. وإن شاء الله نقدر مع وزارة التربية نحسن وضع الموسيقى بالمدارس، مع وزارة الإعلام نحسن
الذائقه الفنيه اللي للمتلقي لازم ياخذها. هل تشابك هذا مع الجهات كلياتها بخط استراتيجي واحد بيوصلنا للهدف الاسمى؟ اما جهه لحالها تشتغل ما بيكفي، دائما لازم تضافر الجهود مع بعض لحتى توصل الفكره صح. صحيح. اليوم قد ايه بالختام سؤال اخير وقصير، اليوم قد ايه نحن موسيقيا بحاجه او بالمعهد او هي بحاجه لصلح الوادي؟ يعني اذا كان موجود صلح الوادي اليوم نحن قد ايه بحاجه او قد ايش او شو كان او شو هو رح يعمل نقله اذا كان موجود؟ انا بكل بساطه وبكل شفافيه لا يعني ايه صلح الوادي موجود. اوكي. صلح الوادي من خلال هي الافكار صح. هلا صلح الوادي موجود لانه نحن هلا عم نحاول، ونحن يعني اليوم مو انا اللي بدير المعهد العالي، يعني اللي بدير المعهد العالي مجلس من اصدقائي وزملائي واساتذتي، مع بعض بنشتغل لحتى هذا هلا المركب يمشي. فصلح الوادي موجود فينا لانه نحن دائما بنتذكر انه صلحي عمل هيك، تعالوا لنعمل هيك. فنحن عم نرجع نعيد اليوم، وخاصة بهي الظروف اللي هي شوي ببعض المفاصل كانت شبيهة بالزمن اللي ظروف البداية يعني ظروف البداية. نحن اليوم خسرنا كتير كوادر، بدنا نرجع نعيد تأهيلها، فهو ما كانت موجودة هالكوادر وأهل كوادر لحتى، فنحن عم نرجع نشتغل نستذكر. فبهيدي المفاصل بقول لك بكل صراحة أنه صلح الوادي موجود وهو اللي عم بيشتغل من خلالنا نحن. الله يرحمه. أكيد. الله يعطيكم العافية وشكرا على هالمواد أستاذة، يعني وعلى هالندوة المعدة بشكل يليق بصلح الوادي، وشكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. أكيد الرحمة لروح العملاق صلح الوادي. بدنا نوجه تحية لكل العاملين كانوا في الندوة والقائمين عليها، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. أما هلأ